إلى 800,000 شخص في كل المدينة. تغلق المدينة بشوارعها لهذا المعرض. طبعاً تستدعو الجالية الإسلامية أن تعرض فروعها الإسلامية. فإحنا تشاركنا واتفقنا مع منظمة ماك Muslim Association of Canada والجمعية الإسلامية الكندية وهي رائدة العمل الإسلامي في كندا ممثلة الجالية هناك. و طبعاً هذه خريطة تورنتو وهذه خريطة المعرض بالذات. المعرض هذا كان في 5/10/2013. ما عملناه إنه عملنا مجسم لقبة الصخرة. قبة الصخرة اختيرت عشان اليوم بيختروها يعني ما يختروها قبلنا إن شاء الله. فاختير عندنا نفس الشيء. اختيرت مجسم قبة الصخرة كان أيها الأخوة مترين بمترين شيء كبير يعني. وهي الأخوة يعني هذا بدايات وهم يصنعوا فيها وبيذهبوها وما إلى ذلك. كيف؟ أعضاء الرابطة. أعضاء الرابطة نعم. حياكم الله. هذا الأخ محمود الفايز أردني لكن أصوله أيضا من الإسلامية مهندس مدني. نعم. حياك الله الحمد لله. هذا المجسم أرجو أن تكون الصورة واضحة. طبعا استغرق قليل من الوقت إن شاء الله. الحمد لله عرض في المهرجانات أو المعرض الفني. الخطوة التالية الخطوة التالية هذا المجسم سيدور حول كل المساجد الموجودة في تورنتو أو تورنتو الكبرى إن شاء الله. هذه خريطة للمساجد الموجودة في تورنتو. تعدادها تقريبا من 200 إلى 300 مسجد. الحمد لله. وطبعا في المستقبل القريب بعد ذلك طبعا هاي السبب انه هذا المجسم يدور حول المساجد لتوعية الداخل والجاليات الإسلامية من مختلف الأعراق يعني الأعراق عن مسجد الأقصى وقبة الصخرة. وحيكون هناك تفاعل يعني بين المسجد وبين الرابطة إن شاء الله. وبعد ذلك إن شاء الله بدور المجسم في أنحاء كندا وفي أنحاء أمريكا بإذن الله تعالى. أهداف الرابطة للعام الحالي نأتي لكم إن شاء الله العام القادم وقد سجلنا رابطة قانونية بإذن الله تعالى وأنجزنا شيء التوعية الإسلامية المقدسية عفوا في الجالية الإسلامية خصيصا والجالية الكندية عموما. وهذا يعني الشيء اللي قد تستفيدوا منه إن شاء الله. عندنا في تورنتو البلدية تسمح بعرض هذه المجسمات طبعا إذا كنت من مال أو من منظمة معينة تعرضها وفي الأماكن العامة إلى الأبد. تخيل في أماكن عامة وتعرض كشيء إسلامي طبعا قبل ما يكون هناك اللوبي الصهيوني قوي قبل ما يكون مثلا. فقد تستفيدوا انه انتم في بلدانكم يعني الحمد لله امكانياتكم اكبر طبعا فاعملوا مجسمات وضعوها في الميادين وخلي الناس تتعلم وتشوف تستكشف. الحمد لله في تركيا بنشوف الان كل المجسمات اللي مفتوح عليها فنفس الشيء عندكم. هذا شيء طيب باذن الله تعالى. اي اسئله هذا ايميلي في الصوره كانت